مدرستي هم اللي علموني الكمبيوتر. قالوا لي يا استاذ بدل ما انت بتقعد تعمل القالب وتشف الحروف على الشفافه وتحركها وبتاع عشان تعمل قالب وتاخد وقت طويل، طب ما الحروف بتاعتك دي هندخلها ونحركها ونثبتها ونروح نطبع ورقه وتشتغل على طول، يعني تلزقها في المقهر وتشتغل على طول. قلت لهم علموني يا اخوان، علموني حكايتها بسيطه فسهلت لي الموضوع. طيب الكمبيوتر كعنصر حديث يعني احنا ما نقدرش ننفصل عن الحضاره، يعني حتى لو فضناها لكن لازم نعيش معاها ونتعامل معاها. لما جيت طلبوني عشان اكتب الحرم، او مش انا مش هكتب الحرم، عشان اكمل بعض الكتابات للحرم، كنت جبت احمد عادل يرسم، فاحمد عادل ما قدرش الراجل غصب عنه يعمل اللي انا عايزه في التفاصيل. انا كاتب حاجه وهو عامل شكلها، لكن انا عايز اخش جوه الحرف في تفاصيل انا بس اللي حاسسها. في الاخر اتصلت بيهم قلت لهم يا اخوانا انا بعتذر ومش هكمل، شوفوا اي حد يكتب. قالوا لي ايه؟ قلت لهم ما حدش بيرسم عندي، وانا راجل عندي وسواس قهري ومصاب بلعنه التفاصيل والوسواس القهري، فما ينفعش فمش عايز اكتب عشان ما اموتش يعني. فقالوا طب نديك قد ايه؟ قلت لهم ما اعرفش. قالوا يسيبك شهر. في الشهر ده جبت واحد صديق ليا علمني، طب دخل الحرف بتاعي هنعمل ايه، علمني ارسمه ازاي. فخلاص بدات ارسمه، وللاسف كل الشغل اللي بيجي لي عايزينه ايه، مرسوم. مره كتبت غلاف لواحد وكتبته له حلو قوي وانا كنت معجب بيه، فقلت له قال لي ايه ده، انا مش عايز كده، انا عايزه مرسوم. قلت له طب مش عاجبك ده؟ قال لي اه. قلت له تمام ارسمه لك. رحت رسمه له ومديته ملف. فهو العصر كده، لكن في النهايه الكمبيوتر مش هو اللي بيسوقك، انت اللي بتفرض ارادتك عليه. انت فاهم ازاي؟ بس ادي الحكايه كلها.